السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله تعالى هنتكلم عن زمن الماضي البسيط Simple Past وهنطبق زمن الماضي البسيط على وسائل النقل المختلفة. Transportation, transportation. طيب إيه الماضي البسيط دوت؟ إيه حكايته؟ عشان نعرف إيه الماضي البسيط دوت بنستخدمه في إيه لازم الأول نعرف هو بيتكون من إيه؟ عبارة عن إيه؟ الماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني للفعل زي لما نقول ايت يعني أكل خلص أكل خلاص ده التصريف الثاني للفعل ايت eat ايت bought يعني اشترى وده التصريف الثاني للفعل باي باي بوت باي بوت, بوت ميريد يعني تزوج وده التصريف الثاني للفعل ماري. ماري. طيب امتى بنستخدم الماضي البسيط بص هنتكلم عن اهم استخدامين للماضي البسيط انت بتستخدمهم على طول لما تيجي تتكلم مع حد الاستخدام الاول هو انك تستخدم الماضي البسيط لما تيجي تتكلم عن فعل حصل وتم خلاص في الماضي في وقت معين او في فتره زمنيه معينه يبقى أنت هنا بتقول الوقت أو الفترة الزمنية اللي حصل فيها الفعل طيب هو أنا لازم أحدد الوقت أو الفترة الزمنية اللي حصل فيهم الفعل لما أجي أتكلم مع حد هو لو أنت استخدمت الماضي البسيط من غير ما تحدد الوقت اللي قدامك هيفهمك عادي والدنيا هتبقى حلوة وكلامك هيكون مفهوم ومفيش مشكلة خالص لما تيجي تتكلم مع حد إنك ما تذكرش الوقت أو الفترة الزمنية بس هتلاقي في زمن مهم جدا انا بعتبره رقم اتنين بعد المضارع البسيط اللي هو زمن المضارع التام لو انت بتتكلم مع حد من النيتفز اللي هم اصلا بيتكلموا الامريكية او البريطانية هتلاقيه طول الوقت لما يجي يتكلم معاك عن احداث حصلت في الماضي يستخدم المضارع التام وما يستخدمش الماضي البسيط لان المضارع التام ما بيشترطش عليك انك تقول او تحدد الوقت اللي حصل في الفعل عكس الماضي البسيط فانت لو استخدمت الماضي البسيط من غير ما تحدد زمن كلامك هيكون مفهوم مفهوش اي مشكلة بس لو انت عايز تطور من نفسك يبقى مادام ما حددتش وقت يبقى استخدم المضارع التام زي ما هناخد قدام ان شاء الله تعالى ودلوقتي تعالوا نطبق الاستخدام الاول على transportation bus, bus. we took the bus to Kansas yesterday we took the bus to Kansas yesterday يعني أخذنا الحافلة لكانزس أمس هنا حددنا الوقت اللي أخذنا فيه الحافلة لكانزس اللي هو أمس عشان كده استخدمنا زمن الماضي البسيط توك بمعنى أخذ بلين بلين The pilot jumped from the burning plane one hour ago The pilot jumped from the burning plane one hour ago يعني الطيار قفز من الطيارة المحترقة منذ ساعة يبقى هنا الفعل حصل وتم في الماضي الطيار قفز خلاص قفز في الماضي قفز امتى منذ ساعة هنا استخدم الفعل في زمن الماضي البسيط jumped هنا بنطق الدي في آخر الكلمة jumped jumped train train from Germany they traveled by train to Poland for two hours from Germany they traveled by train to Poland for two hours يعني من ألمانيا سافروا بالقطار لبولندا لمدة ساعتين يبقى هم سافروا خلاص في الماضي بالقطار من ألمانيا لبولندا في فترة زمنية مدتها ساعتين استخدم هنا زمن الماضي البسيط travel police car police car I spotted a police car behind us last night I spotted a police car behind us last night يعني أنا رصدت سيارة شرطة خلفنا الليلة الماضية يبقى أنا رصدت سيارة شرطة في الماضي حدث حصل وانتهى خلاص حصل إمتى الليلة الماضية شيب شيب A ship sank near here last year A ship sank near here last year يعني سفينة غرقت بالقرب من هنا السنة الماضية بوت بوت The boat drifted out to sea minutes ago. يعني القارب انجرف للبحر منذ عشر دقائق. Ferry. Ferry. We took a ferry from the island to the mainland. We took a ferry from the island to the mainland. يعني إحنا أخذنا عبارة من الجزيرة لليابس أو البر الرئيسي. Carriage. Carriage. The carriage was amazing in the morning. The carriage was amazing in the morning. يعني العربية الحمطور كانت مذهلة في الصباح. تاني استخدام للماضي البسيط وده كلنا بنستخدمه يوميا لما بنيجي نتكلم مع حد وهو إننا بنستخدمه لما بنيجي نتكلم عن أحداث حصلت ورا بعضها في الماضي. أحداث متتالية في الماضي. يعني بتقول حصل كذا وكذا وكذا من غير ما بتحدد الوقت. تعالوا نطبق اللي استخدمت تاني على transportation car car ambulance ambulance Tom got in his car and he followed the ambulance Tom got in his car and followed the ambulance يعني توم ركب سيارته وتتبع سيارة الإسعاف هنا في أحداث حصلت وراء بعض لتوم في الماضي الأول ركب سيارته وبعد كده تتبع سيارة الإسعاف bicycle bicycle He mounted his bicycle and rode off He mounted his bicycle and rode off يعني ركب دراجته وانطلق حدثين حصلوا ورا بعض الاول ركب دراجته وبعد كده انطلق بيها motorcycle motorcycle David got on his motorcycle and started it up David got on his motorcycle and started it up يعني ديفيد ركب دراجته النارية وبدأ تشغيلها فان فان as the bus turned the corner it collided with the van as the bus turned the corner it collided with the van يعني لما لفت الحافلة للجانب اتصدمت بشاحنة كده بقى فاضل لنا بس نفي الماضي البسيط وتكوين سؤال عليه تعالوا نشوف ازاي ننفي الماضي البسيط عشان ننفي الماضي البسيط الموضوع سهل جدا هاجي قبل الفعل الماضي أحط did not اللي اختصرها ممكن اختصرها وأقول didn't بس ما استخدمت did not أو didn't ما بسيبش الفعل الماضي زي ما هو بعدهم أمال بنعمل فيه إيه؟ بنرجعه لأصله بنخليه فعل أساسي وما بنضيفش ليه أي حاجة الكلام دوت بينطبق على كل الماضي البسيط فيما عدا لو كان عندي في الجملة was أو were يعني لما يكون عندي في الجملة was أو were ما بنفهمش did not أو didn't بنفهم إزاي؟ كل اللي أنا بعمله أني بحط بعدهم not هيبقى عندي was not أو were not وممكن أختصر was not و were not بإني أشيل حرف الأو من كلمة نوت وأحط مكانها apostrophe اللي هي فاصلة علوية يعني was not هختصرها ل wasn't و were not هختصرها weren't وطبعا was بتيجي مع ضمائر الفاعل I وهي وشي وات وباقي الضمائر بيجوا مع were يعني were بتيجي مع you و وذاي يبقى إحنا هنا في نفي was أو were ممكن نقول I was not أو I wasn't he was not أو he wasn't she was not أو she wasn't it was not أو it wasn't you were not أو you weren't we were not أو we weren't they were not أو they weren't طيب لو جينا ننفي في الجملة دي هنعمل ايه؟ هنا عندي الماضي البسيط talk أما جن فيها هم فيها didn't. يبقى أحط قبليها didn't وارجع الفعل الأصله هتبقى take فتبقى الجملة We didn't take the bus to Kansas yesterday. يعني إحنا ما خدناش الحافلة الكنزس أمس. طيب لو أنا عايزة في الجملة دي هعمل إيه؟ هنا عندي الماضي البسيط sank. هحط قبليه did not. وارجع sank لأصلها هتبقى sink. فتبقى الجملة A ship didn't sink near here last year. طيب والجملة دي لو أنا عايزة فيها هعمل إيه؟ هنا عندي الماضي البسيط was عشان فيه هحط بعد not. بس كده خلاص. يعني الجملة هتكون The carriage was not amazing in the morning أو زي ما اتفقنا نختصر was not لوزنت طيب لو إحنا بقى عايزين نكون سؤال بهل اللي هو yes no question عشان أسأل سؤال بهل في زمن الماضي البسيط برضه هستخدم did هسأل بدد ومادام سألنا بدد يبقى لازم نستخدم معاه الفعل الأساسي بدون أي إضافات يبقى زمن الماضي البسيط هنا هرجعه لأصله الكلام دوت بطبقه على أي فعل يجي في زمن الماضي البسيط ما عدا إذا كان عندي في الجملة was a لو عندي في الجملة was a مش هسأل بدد أمال هعمل إيه؟ هسأل بيهم برضه مجرد إن أنا هعمل مقص تعالوا ناخد أمثلة عشان الأمور توضح أكتر هنا في الجملة عندي عشان أسأل سؤال بهل هعمل إيه؟ أنا عندي هنا sank هي الماضي البسيط يبقى إذا هسأل بدد يبقى أحط ديد في أول السؤال ونزل الجمله زي ما هي وما ننساش نحول الفعل هنا احوله لاصله اخليه فعل اساسي يبقى هحول سانك لسينك فتبقى الجمله دا شيب سينك نير هير لاست يير يعني هل السفينه غرقت بالقرب من هنا السنه الماضيه طيب عشان اكون سؤال هنا بهل هعمل ايه هنا عندي الماضي البسيط واص يبقى مفيش مشكله هعمل مقص هجيب واز في اول السؤال وبعد كده الفاعل ذا كاريج وبعد كده نزل باقي الجملة زي ما هي فيبقى السؤال was the carriage amazing in the morning ودلوقتي جدوركم جدور البراكتس هناخد مجموعة كلمات تكونوا عليهم جمل مختلفة وتكتبوها في التعليقات تحت وتسجلوها كمان بصوتكم عشان لما اخد منكم التسجيل baby carriage baby carriage دي في اللهجة الأمريكية لكن في البريطانية بنقول بيبي برام baby برام baby taxi taxi tractor tractor dump truck dump truck digger digger يا رب اكون قدرت اوصل الدرس ليكم اشوفكم ان شاء الله تعالى على خير المره اللي جايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته